مرحبا بكم تولي زوزو. هذه ابيزود صلحوا فيها اكزامان برينسيبال نتاع ماتيماتيك الجبر، دونك سي لا سيسيون 2021-22. دونك ليكزارسيس ولا ليكزامان فيه تواز اكزارسيس. هذا ليكزارسيس الاول فيه كيستيون اشوا ملتيبل ولا كوسيام. جينيرالمون حبيت جدا نوريك لهنا الابروبو لي نوتاسيون، هذا فيه 6 كيستيون، سيتادير هذا او ماكسيموم ماكسيموم على 3 بوان. ليكزارسيس الثاني يحكي على تو سكي ابليكاسيون لينيير، هذا ليكزارسيس الثاني. جينيرالمون زاد في 6 كيستيون، هذا ا بري ما بين 5 و 6 بوان. دونك يقعد ديما لا بليبار الكبير هو على ليكزارسيس تاع ديغوناليزاسيون الموجود هذا في ليكزارسيس 3. هذا اكزارسيس في 6 7 8 كيستيون، دونك لا ماجوريتي نتاع النوتاسيون كلها ياخوها الاكزارسيس هذا. دونك كان هذا بار اكزومبل على 3، الاولاني على 3 والثاني على 5 8، دونك 12 بوان تلقاهم لهنا، هذا تلقاه ما بين 11 و 12 بوان. فوالا اليوم ان شاء الله باش نصلحوا ليكزارسيس نيميرو 2، هذا يحكي على لابليكاسيون لينيير. باش نشوفوا فاسون اخرى تاع اكزارسيس لابليكاسيون لينيير وقت اللي جينا الفونكسيون سو فورم دون ماتريس. فوالا كالعادة كان تبدأ الدوكيمون مش واضح، تلقاوه ان شاء الله في الجروب فيسبوك زاد كلاس روم يونيفرسيتي ستودنت. اون فيت تلقاوه معاه الليان تاع الفيديو هذايا مصلح سي سويت. دونك نحاول نقرا لي نونسي. قال لي اون كونسيدير اف لابليكاسيون لينيير دون لا ماتريس اسوسيي دون لا باز كانونيك دو ار 3 اي دوني بار سيت ماتريس. الماتريس هذه هي نحاول نكتبها لهنا، دونك عطاني اي ماتريس ا، قال لي راهي اكوا تيغال 0 1 0 موانز 1 0 1 0 1 اي 0. فوالا سي ماتريس كاري دور 3. اول حاجه قال لي كالكيلي او كاري او كوب كو بوتون دير دو اف 3 او بيان اف رون اف رون اف. دونك هات نحسبوا ال او كاري، او كاري تو سامبلومون هي ناخذ الماتريس ونعاود نضربها في بعضها. دونك باش ناخذ هنا 0 1 0 موانز 1 0 1 0 1 اي 0. نعاود الماتريس هي بيدها في بعضها، دونك 0 1 0 موانز 1 0 1 0 1 اي 0. فوالا دونك برودوي ماتريسيال، نضرب لينيا في كولون، صفر في صفر مع واحد في ناقص واحد مع صفر في صفر يعطيني ناقص واحد. باهي صفر في الان زيرو، ان فوا زيرو زيرو، زيرو فوا ان زيرو، فوالا يعني زيرو. زيرو فوا زيرو بلس ان فوا ان بلس زيرو فوا زيرو باش تقعد لي ان، موانز ان فوا زيرو بلس زيرو فوا موانز ان بلس ان فوا زيرو، هاذي كلها زادا باش تعطيني زيرو. موانز ان بلس زيرو بلس ان زادا كيف كيف باش تعطيني زيرو، خاطر عندي من اللولة موانز ان والثانية بلس 1. دونك 0 0 اي 0. فوالا من بعد نمشي للينيا الثالثة 0 موانز 1 اي 0، تقعد لي كلها موانز 1. 0 0 اي 0، هذايا 0 هنا 0 1 اي 0، فوالا تقعد لي 1، هذيا ا او كاري. باهي قال لي توا ا او كوب. ا او كوب شنيا اوترومون؟ بون لهنا ا او كاري هي ا فوا ا. باهي ا او كوب هي اوترومون هي ا او كاري فوا ا، سيتادير باش نهز هذه ونعاود نضرب فيها الماتريس الانيسيال. دونك باش ناخو انا موانز 1 0 1 0 0 0 موانز 1 0 1 فوالا، ونضرب فيها الماتريس الانيسيال اللي هي 0 1 0 موانز 1 0 اي 1 وعندنا 0 1 اي 0. فوالا باهي 0 0 0 هذه كلها 0، بعد موانز 1 0 اي 1 تعطيني زادا 0، 0 0 0 هذه زادا باش تولي 0. هذا كل اللين الثاني ظاهر باش يكون 0 خاطر باش تضربو كلها في 0، في 0 0 0 هذا كله باش يعطيني 0. هذا 0 0 0 زادا لهنا 0 ثاني، موانز 1 بلس 0 بلس 1 باش تعطيني زادا 0 0 0 0. فوالا هذه لا ماتريس ا على بويسونس 3. شنو نلاحظوا؟
لاحظوا ان الماتريس لي كوفيسيون نتاعها كل الزيرو، هذه شنو نسميها؟ نسميها ماتريس نيل بوتونت. هذه ستين ماتريس نيل بوتونت، تسمى ماتريس نيل بوتونت. من الاخر يعني الا ا هذه ما يتقوش عليها ا لا بويسونس 1، هذه ا او كاري، هذه ا لا بويسونس 3. كل ما تكبر الا تولي تمشي تنفير زيرو. دونك الا شنو نقولوا؟ نقولوا اللي الا هذه ستين ماتريس نيل بوتونت. اهو قال لك كو بوتون دير دو اف ا لا بويسونس 3، دونك اف ا لا بويسونس 3 ستين فونكسيون نيل بوتونت. دوزيام كيستيون قال لي دوني اف de x, y, z pour x, y, z, c'est un vecteur qui appartient à R3. بلغة أخرى، إجا للماتريس وزيد بحذاها فيكتور x, y, z وخرج منها، يعني ردها سو فورم دين دان سيستيم. فوالا هذا هي 0 فوا x، 1 فوا y باش تعطيني y في اللينيا الأول، بلوس 0 فوا z تقعد 0. اللينيا الثانية موانز x بلوس 0 بلوس z، دونك موانز x بلوس z. اللينيا الثالث زيرو إجراج زيرو، دونك تقعد لي إجراج. فوالا هذه هي أوتر ماش تقول، قول له لا ماتريس دونك وإلا إف دو إر تروا فير إر تروا، دونك إر تروا شخص البال هنا هو الفكتور إكس إجراج زد كي أسوسي أ تروا فونكسيون، اللي هي الفونكسيون الأولى هي إجراج تحط بوان فيرجيل، فونكسيون الثانية هي موان إكس بلوس زد بوان فيرجيل، والفونكسيون الثالثة هي إكغيك. هذا هو كيفاش تجاوب عليه. دونك من بعد اش قال لي؟ قال لي تروازيام كيستيون ديتيرميني لو نويو ولا كير دو إف، نقصدو بها لو نويو دو إف، خاطر كير جاية من كلمة كرنال باللونجلي، كرنال نقصدو بها نويو دو إف، إي هنا إيماج دو إف. دونك ديتيرميني لو كير دو إف، هات نخدموها الكير. En fait, كير دو إف أكوا تيقال هي الفورمولا نتاعو كيفنا هكا، سي ان فيكتور اي سميوه اكس واي زد كي ابارتيان ا ار 3، ساشون كو اف فوا الفيكتور يلزمها تكون ان فيكتور نيل دون ار 3، نكتبوها كيفنا هكا زيرو دون ار 3. بلغه اخرى اش معناها؟ بلغه اخرى باش نرجع للي فونكسيون هذه اللي خرجتها بكري ونمشي نحطها في سيستيم نيل، يعني هذا جريج ايجال زيرو، هذا اش معناها سيستيم نيل؟ موا إكس بلوس زد إيكال زيرو زادا، وهنا إكغيك زادا إيكال زيرو. وفي الأخر ديما السيستيم شنو لوبجيكتيف نتاع السيستيم؟ أنو نخرجو اللي فالور ولا لي زانكوني هاذوكم إكس وكغيك وزاد أكوات إيكال. باهي ظاهرة أنو الكغيك إيكال زيرو، نجي نحطها إيكال زيرو. إيش قعدلي لهنا؟ قعدلي موا إكس بلوس زد إيكال زيرو، سيتادير زاد كم تساوي؟ نخلي زاد لهنا ونجيب الموا إكس هاكا على اليمين، تولي لي زاد إيكال x. دونك شو قاعد لي تو؟ قاعد لي الاكس باش نطلعو هنا. الاكس نورمالمون انت باش تقول لي راهو ايكال زد، وبما انه الزد ايكال اكس دونك الاكس باش تقعد هي بيدها اكس. دونك في الاخر بكل باش نخرج تو الكير دو اف، كي باش نخرج الكير دو اف نشوف شكون الفاريابل اللي حاضر في السوليسيون. اهوك شكون السوليسيون اللي حاضر فيها؟ هو الاكس. دونك هي نكتبوها كيف نهاك فيكتور دو اكس ونخرجو سو فورم فيكتوريال. فاش مضروب الاكس لهنا هو ان، لهنا ما ثمش دونك نحط زيرو، ولهنا زاد مضروب تقولش عليه في الان. دونك هذا هو لو نويو نتاع الفونكسيون. باه الديمونسيون نتاع الكير، ديمونسيون نتاع الكير دو اف سيتادير كيفاش نجاوب انا على الديمونسيون، نقول قداش فيه من فيكتور؟ فيه ان سول فيكتور، دونك ديمونسيون نتاع كير دو اف ايكال ان. باه من بعد قال لي اي ليماج دو اف. باش نطلع ليماج دو اف حاجتين، يا اما باش تطلعها بالفورميل نتاعها اللي هي كاسحة شوية الحقيقة، هي ليماج دو اف سي ان فيكتور اكس اكغيك زد كي ابارتيان ا ار 3، اي في سي ان اوتر فيكتور ا بي سي زد كيف كيف ابارتيان ا ار 3، ساشون كو اف فوا اي ما عادش ايكال زيرو كيف لهنا، تولي ايكال في. بلغة أخرى باش ترجع للسيستيم هذايا وما عادش يقال زيرو زيرو زيرو، باش يولي كيف نهك يولي، هات ناخد أنوت كولور. دونك باش يولي للسيستيم إكغيك إيكال أ، خاطر الفكتور في شنو فيه أ و بي و سي، الموان إكس بلوس زد إيكال بي، والإكغيك لهنا إيكال سي. فوالا باهي تا
تو واش معناها؟ شو لقينا احنا؟ لقينا انه الجريج مره ياخو ا مره ياخو سي. بهات لوبجيكتيف نتاعنا شنو هو؟ انه لازمنا نخرجوا لي فاريابل كالعاده. ديما باش نخرج لي فاريابل اسكو بلتو لازمنا نخرج لي فاريابل ان فونكسيون دو ا اي بي اي سي. باهي هات نخرج تو اجريك هنا قلنا اللي هو ايجالا ا ا. باهي باش نخرج الاكس تو والا الزاد، الزاد اكوات ايجال الزاد نورمالمون باش نقول هو بي. كي نجيب الاكس لهاك يولي لي بلوس اكس فوالا، والاكس اكوات ايجال لهنا الاكس صعيب باش تخرجو ايجالا اكس لهنا، هذا الاكس اكوات ايجال. باهي المشكل لهنا انه ما خرجتش لي فاريابل هذوما ثلاثه الاكس والجريك وزيد ما خرجتهمش اون فونكسيون دو ا اي بي اي سي، خاطر ديجا انت سي هنا مش موجود جمله الاكس ما لقيتوش اون فونكسيون دو ا اي بي، دونك هذيا ماهيش ما تنجمش تخرج ليماج بارفوا بالميثود هذيا اللي خدمناها. لكن شنو الحل الور؟ باه شنو باش نعمل؟ ثم تيوريم اسمها تيوريم دو رون. اش تقول لك التيوريم دو رون هذه؟ ديمونسيون هذه تيوريم دو رون حكيت عليها زيادة في ديوتر فيديو. تيوريم دو رون اش تقول التيوريم دو رون؟ تقول لك انه ديما الديمونسيون تاع لونسومبل دو ديبار هذيا نكتبها لهنا، الديمونسيون تاع لونسومبل دو ديبار ار ان لهنا توجور اكواتيكال هي الديمونسيون تاع النويو تاع اف بلوس الديمونسيون تاع ليماج دو اف. ليماج دو اف فوالا. واش نعرف انا؟ نعرف ان الديمونسيون نتاع لونسومبل دي ديبار قداش هو 3، هاك 3 هذا هو لونسومبل دي ديبار، دونك هذه ايجال 3. واحنا بكري الديمونسيون نتاع الكرنيل ولا الكير دو اف قداش لقيناه؟ لقيناه 1. 1 بلس شنو هو باش يكون ايجال 3؟ نورمالمون هي 1 بلس 2، سيتادير اني استنتجت ان الديمونسيون نتاع ليماج دو اف يلزمها تكون ايجال 2، سيتادير فيها 2 فيكتور. باهي كيفاش نخرجهم الور هنا؟ تو سامبلومون باش نعرف شو لقيت انا؟ لقيت انه النويو خذا الفيكتور اكس. واش قعد لي انا في الـ في الـ في لي فاريابل هنا فونكسيون؟ اش قعد لي؟ قعد لي الفيكتور نتاع اكغريك وقعد لي الفيكتور نتاع زد، فيكتور دو زد. باش نعمل توا؟ هذه هي ليماج دو اف، خاطر استنتجنا اللي هي الديمونسيون نتاعها 2 سيتادير فيها 2 فيكتور اللي هما البقيه نتاع لي فاريابل. الاكس اخذها النويو والجريك والزيد باش يمشيو لليماج. دونك وكيفاش نطلع لي فيكتور نتاعهم لهنا؟ تو سامبلومون تجي تعمل اش تشوف لهنا؟ تشوف الجريك لهنا فاش مضروب؟ فاش مضروب الجريك؟ مضروب في الان، دونك 0 1 0. الاكس بليتو سامحني سامحني مش اوكي اتوندي. دونك الجريك هكا نشوفو فاش مضروب لهنا، فاش مضروب لهنا، وفاش مضروب لهنا. لهنا مضروب في الان دونك ان، لهنا مش موجود دونك باش نحط زيرو، ولهنا مضروب في الان نحط ان. باهي بالنسبه للفاكتور زيد، زيد لهنا مش موجود دونك باش نحط زيرو، زيد موجود لهنا مضروب تقولش عليه في الان نحط ان، ولهنا ما فهمش زيد دونك هذا هو زيرو. دونك هذوما هما لي باز والا ليماج نتاع الفونكسيون اف والديمونسيون نتاعها ايجال 2، دونك ديمونسيون تاع ايماج دو اف ايجال ا 2. ب قال لي توا كالكيلي دي تيرمينون دو ا اف اي تيل بيجيكتيف. ب باش نبينو اللي اف اي بيجيكتيف والا مش بيجيكتيف، فما دو ميثود. ميثود الاولى هي بالديمونسيون نتاع ليماج والديمونسيون نتاع النويو، والا فما ميثود اخرى هي الميثود نتاع الكالكيل نتاع الديتيرمينون نتاع الماتريس. باهي هات نفكركم كيفاش نطلعها اللي هي بيجيكتيف بالليماج والديمونسيون. ديما شي يقول لك يبدا النويو نتاع اف هذا ولا الديمونسيون نتاع نويو دو اف ايجال 0، والديمونسيون نتاع الليماج دو اف تاخد ديمونسيون نتاع لونسومبل دو ديبار هذيا. دونك نستنتج من هنا اللي راهي اف ايبيجيكتيف. علاش؟ خاطر كي نلقاو الديمونسيون تاع الكرنيل ايجال 0 سيتادير فيكتور نول، اللي احنا هنا ما لقيناش فيكتور نول، شنو نقولوا؟ نقولوا اللي اف لهنا راهي انجكتيف. فوالا كي تبدا ليماج
ولا الديمونسيون تاع ليماج واخده الديمونسيون تاع لونسومبل دي ديبار الكل، سيتادير نلقاوها ايكال 3، لهنا ما لقيناهاش ايكال 3 نلقاوها ايكال 2. دونك كي نلقاو الديمونسيون تاع ليماج واخده الديمونسيون تاع لونسومبل دي ديبار نقولوا اللي اف اي سورجيكتيف سورجيكتيف. وكي تبدا على فوا اف انجكتيف و سيرجكتيف وقتها نجمو نقولو اللي اف راهي بيجكتيف ولا بيجكسيون بيجكتيف. لكن فما استيس اخرى سهله اللي هي بالديترمينون، الديترمينون تاع الماتريس، الديترمينون تاع الماتريس نجمو نلقاو، نجمو نلقاو حاجتي يا ديفيرون دو زيرو يا ايكال زيرو. لو كان لقينا الديترمينون ديفيرون دو زيرو ديريكت راهي الفونكسيون تاع الماتريس هذه راهي بيجكتيف، لكن كي نلقاوه ايكال زيرو نقولوا ان الاف نتاع الماتريس هذه ني با بيجكتيف ني با بيجكتيف. به هي لهنا في السؤال ولا في الكاستيون سالتني قالت لي كالكيلي ديتيرمينون ومن بعد قالت لي اسكو اف اي بيجكتيف ولا الديتيرمينون تاع الماتريس هذه قداش. من غير لا تحسب من غير تكسر راسك ديجا عندي لينيا ا ايكال لينيا 3 دونك الديتيرمينون ايكال 0، تستنتج ديريكت هكا تقول له راهي لينيا ا ايكال لينيا 3 دونك الديتيرمينون دو ا ايكال 0 وفيسا وديريكت تقول لها اللي اف ني با بيجكتيف. ديجا اش قالت لي؟ قالت لي اونتر بارونتيز بريسيزي لي زوبيراسيون افكتيف دون لو كالكول دو ديتيرمينون. دونك تقول لها تو سامبلومون لينيا ا ايكال لينيا 3 دونك ديتيرمينون دو ا ايكال 0 الور اف ني با بيجكتيف. باهي من بعد قال لي اون بوز نمشي كاستيون نمبر 5 اون بوز لي 3 فاكتور لهنا فوالا فوالا. سانكيام كاستيون اون بوز فاكتور في 1 نعاود من هنا في 1 ايكال 101 101 V2 égal 110 110 هات نوضح من هنا بالله 101 V2 هو 110 V3 égal 010 ان فيكتور كولون يا اخي كيف كيف اي نعم كيف كيف خاطر هو تو سامبلومون البروف كي يعطي ليكزامان كي يخدم على الورقه ما ينجمش يعملوا هكا يعملوا هكا لكن هو هكا ولا هكا سي كيف كيف. باهي جاني تو قال لي مونتري كو بي بريم بي بريم نوتيها كيف هكا بي بريم ايكال في 1 في 2 و في 3 كي يبداو هكا شنو تتسمى هذه تتسمى فامي هذوما كي كي يبدا فاكتور واحد نسميه فاكتور لكن كي يبداو مع بعضهم يتسمى فامي. باه بلغة اخرى البي هذه بريم سيتين فامي. قال لك بي اللي هي لونسوم تاع فاكتور في 1 في 2 في 3 ايتين باز دو ار 3. اسكو بلغة اخرى البي بريم هذه اسكو هي باز في الار 3 والا لا؟ باش نبينوا اللي هي باز يلزمك تبين حاجتين، يلزمك تبين اللي هي ليبر، يلزم نبينوا اللي بي بريم هذيك اللي هي ليبر، يلزمك تبين اللي بي زادا هي جينيراتريس جينيراتريس. هات نشوفوها اش معناها ليبر اش معناها جينيراتريس وزادا فما استيس سهله زادا تنجم تبينها اللي هي ليبر اي جينيراتريس. باش نبينو اللي هي ليبر شي لازمك تعمل كويسك احنا عندنا 3 فاكتور في 1 في 2 في 3 تقول له سوا 3 بارامتر الفا بيتا لامدا ابارتيان ا ار هذوما دي بارامتر ماهمش دي فاكتور تيل كو شنو هي القاعدة متاع اللي ليبر دونك تيل كو الفا فوا في 1 بلوس بيتا فوا في 2 بلوس لامدا فوا في 3 يلزمها تكون ايكال 0 دون ار 3. هذه هي القاعدة متاع كيفاش تبين ان فامي اللي هي ليبر. دونك بلغة اخرى باش تمشي ديفلوبي الفا على في 1 باش تولي كيف هكا بالضبط. دونك تولي الفا على في 1 1 0 1 بلوس بيتا باش ديفلوبيها على الفكتور الثاني اللي هو 1 1 0 بلس لامدا على الفكتور الثالث اللي هو 0 1 0 ايكال فكتور ميل سيتادير ايكال 0 0 0. من هنا بلغه اخرى باش تردها سيستم سيستم كيفنا الفا فوا 1 هي الفا بلس بيتا فوا 1 هي بيتا بلس لامدا فوا 0 هي 0 ايكال 0. دونك تجي للليني الاولى تقول ايكال 0 توا الفا فوا 0 هي 0 بلس بيتا فوا 1 هي بيتا بلس لامدا فوا 1 بلس لامدا ايكال زادا 0. الليني الثالث الفا فوا 1 هي الفا بلس بيتا فوا 0 0 بلس لامدا فوا 0 0 ايكال 0.
باش نبينوها ليبر يلزم هاللي تروا بارامتر زدتهم، ثم يلزمك تلقاهم الكل ايجالا زيرو. لكن لقيتهم ايجالا زيرو الكل دونك راهي ليبر، لكن لقيتهم ماهمش ايجالا زيرو دونك راهي ماهيش ليبر. باه ظاهرة من هنا احنا لوبجيكتيف نتاعنا باش نخرجوا الفا قداش وبيتا قداش واللمدا قداش، ظاهرة من ليني الثالث اللي الالفا ديريكت ايجالا زيرو، الفا زيرو بلس بيتا ايجالا زيرو، سيتادير من ليني الاول زاد باش تخرج اللي البيتا ايجالا زيرو. مادام البيتا زيرو دونك اللمدا زاد ايجالا زيرو، دونك اللمدا زاد ايجالا زيرو، الور لقيت لي تروا بارامتر ايجالا زيرو، دونك بي بريم اي ليبر. باهي شنو هي لاستيس الاخرى انك تبينها ليبر بخلاف لا تعمل الفازه هذه الكل. نرجع للفاكتور هذوما ثلاثه ونردهم سو فورم دي ماتريس. فوالا تعمل هكا 1 0 1 1 1 0 وعندي 0 1 0. باه ولات ليش هذا ماتريس كاري، والماتريس كاري مش نجم نحسب لها الديتيرمينو تاعها النجم، دونك هات نحسبوا الديتيرمينو بالان هذايا، نخرج الان هذاك اش تقعد لي، تقعد لي سو ماتريس يعني باش نفسخ هكا وهكا، اش تقعد لي 1 0 1 1. دونك باش نحسب الديتيرمينو 1 0 1 1 فوا 1 هي 1. كي نلقاو ريتها من الاخر، كي نلقاو الديتيرمينو تاع هذا ديتيرمي شنو ينجم يكون، ينجم يكون يا ديفيرون دو زيرو يا يكون ايجال زيرو. لو كان لقينا الديتيرمينو ديفيرون دو زيرو راهي ليبر، ولو كان لقيناه ايجال زيرو شنو نقولو، نقولو راهي ني با ليبر ولا نقولو ليي ليي. دونك احنا دو ميثود، يا اما تلقى لي بارامتر هذوما ايجال زيرو تقول راهي ليبر، والا ترد لي فاكتور هذوما في ماتريس وتحسب الديتيرمينو كلقيتها ديفيرون زيرو تقول راهي ليبر، وكل لقيتها ايجال زيرو ديتيرمينو تقول راهي ني با ليبر والا ليي. باه هاد توا نبينو كيفاش اللي هي جينيراتريس. نرجع لهنا باش نبينها اللي هي جينيراتريس. دونك كيف كيف بويسك انا عندي تروا فاكتور باش نقولو زادك الفاز هذيك نتاع الفا وبيتا، الفا وبيتا اي لامدا هما تروا بارامتر، واش نزيد اخر ونزيد ان فاكتور في، في ايجالا ا بي سي كي ابارتيان ا ار تروا. تالي كو شنو هي القاعده نتاع اللي هي مبينوها اللي هي جينيراتريس. دونك الفا فوا في 1 بلس بيتا فوا في 2 بلس لامدا فوا في 3 يلزم تكون ايجالا في، ما عادش ايجالا زيرو، ايجالا في. الفي شنو هو؟ الفاكتور اللي احنا زدناه هذايا ا بي سي. بلغه اخرى اش معناها؟ باش نمشي نديفلوبي انا الالفا على الفي 1 كالعاده بالله هات ناخذوها لهنا. دونك تو سامبلومون باش ما نقعدش نخسر في اسباس. اوبس خسرتها مش مشكلة هي تنعاودها. دونك هي بيدا لهنا لكن في بلاصة زيرو 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 باش تولي لي لهنا، فوالا باش تولي لي ا بي سي ا بي سي. اوترومون باش تولي لي سيستيم الفا بلس بيتا ايجالا ا، ليني الثاني بيتا بلس لامدا ايجالا بي، وليني الثالث الفا بلس الفا كهو الفا ايجالا ا سي. باهي سهلة برشا لهنا، نمشي نخرج ديريكت الالفا خرجتها سي ليني 3، نمشي نعوض الالفا لهنا بالسي باش تولي لي هنا سي بلس بيتا ايجالا ا. دونك بلغه اخرى بيتا كم تساوي؟ بيتا هي ا موان سي، نجيب السي لهك تولي لي بالموان. باهي ونعوض لهنا البيتا هذيا بالا موان سي تقعد لي لامدا اكواتيكال لامدا ايجالا، دونك هذيا تقعد لي لهنا اوترومون هي ا موان سي في بلاصه في بلاصه البيتا. دونك لامدا اكواتيكال هي بي هذه الاولى، الا كي نجيب لها كتولي لي موان ا، السي كي نجيب لها كتولي لي بلوس سي، ولقينا انه الالفا ايجالا سي من لو. فوالا تو باش نخرج حتى برك جيست ننظم الا هذه تولي لي من قدام باش يكونوا ا و بي و سي منظمين. دونك تولي لي ا بلوس بي بلوس موان ا بلوس بي بلوس سي. دونك لي فاكتور نخرجهم اكواتيكال، والا الباز نتاع الجينيراتريس نتاع بي هذي اكواتيكال نقولو راهي بي بريم ايكال. شكون هم لي فاريابل والا لي فاريابل اللي موجودين في السوليسيون؟ لي تروا فاريابل. دونك هي فاكتور دو ا، فاكتور دو ا هنا ما فماش باش نحط زيرو، هنا موجودة باش مضروبة تقوش عليها في الان، وهنا مضروبة تقوش عليها في الموان زان. بلوس فاكتور دو بي لهنا البي في الالفا ما فهمش دونك باش نحط لها زيرو، كيف كيف في البيتا ما فهمش زاد باش نحط لها زيرو، لهنا موجوده تقوش عليها مضروبه في الان. بلس فيكتور دو سي، فيكتور دو سي
دونك موجودة لهنا، تقولش عليها مضروبة في الآن، هنا مضروبة في الموازان، ولهنا مضروبة في الآن. فوالا، هذا هم الباز نتاع البي هذه اللي هما تروا فاكتور A B C. دونك شنقول كي نلقى السيستيم هذا يتحلل لي ان فونكسيون دو A و B و C، دونك شنقول نقول اللي بي جينيراتريس. فوالا، مادام احنا تو بينا اللي بي هذه ليبر اي جينيراتريس، ديريكت نقول له بي à la fois libre et génératrice. Donc B prime forme une base dans R3. Voilà. Donc, sixième question, قال لي écrire la matrice A de F dans la base B'. كي تقرا كيستيون تحسوا مش واضح جملة، لكن خدمته سهلة على الاخر. فوالا سيزيام كيستيون لهنا باش نجاوبوه بلغة أخرى، باش نهز لي تروا فاكتور هذوما ونمشي نحطهم في ماتريس سميها A'. دونك A' اكواتيكال هي 0 1 موازان 0 0 1 و 1 موازان اي 1. باه، يلزم تتأكد أنو الديتيرمينون نتاع A هذه بريم يلزم يكون مخالف للصفر باش نجم نقطع جازما أنو ال B هذه فورم إن باز. لو كان لقيت الديتيرمينون هذا نتاع الماتريس لي تروا فاكتور هذوما إيكال زيرو، دونك راهي ماهيش باز، دونك راهو فما دي فاكتور ليي بلغة أخرى. هات نحسبو الديتيرمينون، دونك باش نحسب الديتيرمينون بالكولون هذايا خاطر باش نختار زوج زيروات، دونك باش نخرج الموازان هذايا خاطر هذه ان والسيني نتاعها قدامها ديما موان، دونك موازان اش تقعد لي باش نشطب لهكا ونشطب لهكا تقعد لي زيرو ان ان موازان. دونك هات نحسبو ديتيرمينون، زيرو موازان موازان فوا موازان باش تعطيني ان، دونك ديتيرمينون هذه ان مخالف للصفر، دونك بي اتين باز دون ار تروا و على فوا خاطرها ليبر اي جينيراتريس. فوالا هكا كملنا ليكزارسيس هذا. هاد توا نتعداو ليكزارسيس نيميرو 3، هذا نتاع ليكزارسيس تاع ديغوناليزاسيون اللي هو يجي كيما قلت لكم على اكثر بوان او مينيموم 12 بوان ولا 10 بوان، دونك وحده كفيل انه يفاليدي لك ماتير كامله. دونك لهنا باش نحاول هذا نخسخها ولا هنا هكا فوالا. كالعادة قلت لك كان الكريتير ماهيش واضح تلقاها الدوكيمون هذايا في الجروب نتاع زاد كلاس روم يونيفرسيتي ستودنت في الفيسبوك، تلقاو الدوكيمون واضح مع الفيديو الكوريجي. دونك اعطاني ان ماتريس سوا ا ان ماتريس هذه دور دو توا. اول سؤال قال لي كالكيلي ديتيرمينون دو ا، بريسيزي توت لي زوبيراسيون افكتيي دون لو كالكيل دو ديتيرمينون. مثلا انا نخزر الماتريس هذه، كانت لاحظ اللينيا الثاني فيه زوز سبوره، نختار ديما ذاك زوز سبوره باش نخرج كانت تو هذه. دونك تو سامبلومون ديتيرمينون دو ا ايغال دو، نخرجها لبرا شو قاد لي. دونك باش شطب لهكا وشطب لهكا تقاد لي 3 1 1 3 1 3. فوالا، دونك 3 فوا 3 9 9 موا 1 صافي 8 8 فوا 2 باش تعطيني 18. دونك ديتيرمينون دو لا ماتريس ايغال 18. A est-elle inversible؟ بطبيعة الحال انفرسيبل، بويسكو 18 هي مخالفة للصفر ولا ديفيرون دو زيرو، دونك نستنتج أن A اي انفرسيبل، انفرسيبل. بون راك تقول شبيه من الأسئلة التافهة هذوما، لا الأسئلة ماهمش تافهة، هذوما يسألهم لكن بعد عندها مغزى لهنا. باهي نمشي توا للتروازيام كيستيون. مونتري كو لو بولينوم كاركتيرستيك دو A بي دو إكس إيكالا كذا كذا، هو عطاني ليكريتير هذيا باش نشوفو كيفاش باش نوصلو لها. الا دونك الفورميل نتاع بولينوم كاركتيرستيك، بولينوم كاركتيرستيك دو A هكا تكتب بي A دو إكس إيكال هي ديتيرمينون أنتر بارونتيز دو لا ماتريس A موان إكس فوا لا ماتريس إيدونتيتي إي 3. باهي نجي انا للماتريس اون فيت باش نعملها بالضبط، باش نشيل الماتريس هي بيدها ونجي للدياغونال هذايا ونطرح اكس، دونك تولي لي 3 موا اكس، الثاني 2 موا اكس، الثالث 3 موا اكس. فوالا، ومن هنا باش يقعدوا هما بيدهم موازان، وهنا ان لهنا عندي ان زيرو، لهنا كيف عندي زيرو، لهنا عندي ان ولهنا عندي موازان.
وفي الاخر بكل شنو مطالب، انا مطالب باش نخرج دي تيرمينو تاع الماتريس هذه، بويسك انا عندي زوج زيروات لهنا باش نمشي نخرج الكوفيسيون هذايا، الكوفيسيون هذايا بوزيتيف كيفاش نخرجو؟ باش تخرج لي دو نوموا اكس هكا اونتر بارونتيز، نحل سو ماتريس شو قادي باش نشطب هكا ونشطب هكا، تقعد لي تروا موا اكس مقادي تروا موا اكس لهنا باش تقعد لي ان، لهنا باش تقعد لي ان، ولهنا تروا موا اكس. دونك باش نمشي توا نعمل الديتيرمينون تاع ماتريس كاري دور دو دو، هذا في هذا الا هذا في هذا، دونك اكوا تيغال هي دو موا اكس هذيك من الاول. حل اكولاد، حاول انك توضح وتعمل لي بارونتيز ولي زاكولاد باش ما تضيعش في السيني، سيرتو لهنا سي تري امبورطون السيني. 3 موا اكس فوا 3 موا اكس، ولا تنجم حتى تكتب 3 موا اكس وكاري موا 1 فوا 1 هي موا 1. هاد توا نمشي نديفلوبي، خاطر علاش؟ فوالا قول قايل يا اخي انا ونقف في الخدمه هذه مسيو، هو اون فيت معناتها بولينوم كاركتيرستيك؟ بولينوم كاركتيرستيك راهو معناها ني كانت ماتريس باش تردها سو فورم دو بولينوم. يا اخي بي ا دو اكس هي اون فيت شني؟ هي باش ترد الماتريس سو فورم دو 3 بولينوم. علاش 3؟ خاطر هي دور دور 3، يعني كان جاتني ماتريس دور 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 باش تلقى دو بولينوم، بولينوم كاركتيرستيك يعني جزيئات مشتركه، وباش تلقاهم كل اون فونكسيون دو اكس، كل هكا اون فونكسيون دو اكس. علاش؟ خاطر احنا زدنا ولا طرحنا الاكس في الفورمي ب، دونك يلزمك تلقى 3 برودوي. دونك انا توا عندي دو برودوي كهو، لكن يلزمني نكمل باش نتحصل على 3 برودوي هذوما. دونك باش تولي لي هنا، باش تولي لي 2 موا اكس هذيك الاولى. فوالا نحل الاكولات 3 فوا 3 صافي 9، 3 فوا موان زيكس موان 3 زيكس، موان اكس فوا 3 كيف كيف موان 3 زيكس اخرى، موان اكس فوا موان اكس هي بلوس اكس او كاري، ومن بعد موان 1. باهي توا نولي هكا 2 موان اكس، هات نجمع من نجم نجمع، دونك كل اكس كاري نجيبها من قدام هذيك اكس او كاري، موان 3 زيكس موان 3 زيكس هي موان 6 اكس، و 9 موان 1 هي 8. دونك 8 فوالا. اسكو تحصلت على 3 بولينوم؟ لا مازال عندي 2 بولينوم كهو، لكن كان تلاحظ لهنا عندنا بولينوم دو سكون ديغري، هذا باش يتحل يتحل بالدلتا. نذكرك من هنا الدلتا كوتيكال هي بي او كاري موان 4 اسي، وجينيرالمون برشا الميثود هذه باش تلقاوها لهنا. دونك البي شنيا؟ البي هي اللي لاصقه في الاكس اللي هي لهنا موان 6، هذه هي البي. الا شنيا؟ الا اللي لاصقه في الاكس او كاري، دونك لهنا تقولش عليها عندي 1، والسي شنيا هي 8، هذا العدد اللي يبدا وحده. دونك نمشي نطبق عليها الدلتا، دونك دلتا اكواتيكال موان 6 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 8. دونك دلتا هي موان 6 او كاري هي 36، موان موان 4 فوا 8 هي موان 32، دونك دلتا باش تعطيني ايكال 4. دونك راسين دو دلتا اكوات ايكال هي راسين دو 4 كي تيكال 2. وقت اللي نلقاو دلتا بوزيتيف نقولو الادمي دو سوليسيون، السوليسيون الاولى هي اكس 1 كي تيكال موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 ا، والاكس 2 هي موان بي بلوس راسين دو دلتا سور 2 ا. دونك نمشي نطبق نتاع كل واحدة منهم، دونك موان بي تولي لي موان موان 6 تولي لي 6 موان 2 سور 2 فوا 1 خاطر الا هي 1 تعطيني 4 سور 2 ايكال 2. فوالا هذا بولينوم الاول. بولينوم الثاني 6 بلوس 2 سور 2 فوا 1 صافي 8 سور 2 كي تيكال 4. دونك في الاخر بكل البولينوم كاركتيرستيك دو ا شنو؟ بي ا دو اكس اكوا تيكال، قلنا ما باش نلقاو 3 بولينوم، هذا البولينوم الاول فوا البولينوم الثاني فوا البولينوم الثالث. دونك البولينوم الاول ها هوكا حاضر ديجا، هذايا تمشي تجيبه وتحطه لهنا، دونك 2 موان اكس. توا باش تعمل؟ باش تهز هالبولينوم اللي لقيناه الاول هذا وتجيبه تحطه لهنا 2 كيف كيف، وتطرح اكس، ومن بعد تجيب هذايا الثالث لهنا 4 موان اكس. هذا هو البولينوم كاركتيرستيك تاع. يقول قائل مسيو يا اخي تو كيف كيف هذا، ما يا خويا برا دخل انت السينما واعمل برودير ماركابل هذايا واحسبها بتلقاها من نفسهم هذوما، هذه هي بيده هي هذه فوالا. دونك من بعد اش قال لي؟ قال لي ديتيرميني لي فالور بروبر دو ا، ونوت لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 سي فالور بروبر تيل كو لامدا 1 اصغر او يساوي من لامدا 2 اصغر او مساوي من لامدا 3. باهي لي فالور بروبر ساهلين على الاخر، اش باش تعمل بالضبط؟ باش تمشي
تحط لي بون الفالور بروبر شنو كيفاش نطلعهم، انك تمشي تحط البولينوم كاركترستيك ايجال زيرو، يعني بي ا دو اكس لو لقيناها بكري تحطها ايجال زيرو، هذا ما يعني بلغه اخرى باش تلقاهم ايجال زيرو، نمشي جيل هنا ونحطهم ايجال زيرو، هذا ايجال زيرو ولا بلغه اخرى برودوي في برودوي في برودوي ايجال زيرو، اش معناها؟ يعني واحد من هذوما ايجال زيرو، هذا ايجال زيرو وقتاش؟ وقت الاكس شنو تاخذ؟ تاخذ دو، كيف كيف هذا ايجال زيرو وقتاش؟ وقت الاكس تاخذ دو، وهذا ايجال زيرو وقت الاكس تاخذ كاتر. دونك ا ادمي دو فالور بروبر ماهوش تروا خاطر دو لهنا تعاود مرتين، دونك نسميه مره واحده. شنو نقولو؟ نقولو A admet deux valeurs propres. نرجع للوتر x1 هو 2 c'est un valeur propre double، وإلا نقولو l'ordre de multiplicité double، وإلا نقولو زاد الديمونسيون تاعو égal à 2. وال x2 شكونو؟ هو 4 c'est un valeur propre simple simple، وإلا نقولو زاد l'ordre de multiplicité simple، وإلا نقولو زاد الديمونسيون تاعو égal à 1 خاطر لقيناه مرة واحدة. باهي لهنا باش نعطيك اين استيوس مزيانة على الاخر تأكد لك انه خدمتك قاعد تخدم بصحيح. شنيا هالاستيوس هاذي؟ انه توجور لا سوم دي فالور بروبر توجور ايجال لا تراس دو لا ماتريس. والاستيوس الثانية شنيا؟ انه لو برودوي دي فالور بروبر توجور ايجال ديتيرمينون دو لا ماتريس. دونك كي لقيت هاذوما صحاح دونك راهي خدمتك صحيحة. لقيتها مش مقدقد دونك ارجع ثبت روحك في الليسيني راك غلط في الليسيني. هات نجرب بالاولى سوم دو فالور بروبر، يعني نمشي نجمعهم 2 مع 2 قداش؟ 4، 4 مع 4 8. دونك نرجع نحسب التراس، التراس هو شنو؟ هو سوم دو دياغونال 3 مع 2 5، 5 مع 3 8. دونك هذوما 8 وهذوما 8، خدمتي صحيحه. نزيد نثبت بالثانيه، اش قال لي؟ قال لي راهو البرودوي دو فالور بروبر، يعني 2 في 2 4، 4 في 4 16. دونك فوالا 4 في 4 16، دونك يلزمني نلقاه قد الديتيرمينون، الديتيرمينون احنا لقيناه 18، هات نثبت 3 في 3 9، 9 إلا 1 8، 8 في 2 قداش؟ 16، فوالا فوالا 16 مش 18 سامحوني، دونك 16، دونك فوالا لقينا البرودوي دي فالور بروبر 2 في 2 4، 4 في 4 16، 16 إيكالا الديتيرمينون اللي هو زاد إيكالا أ 16، هاذوما لي دو أستيس تنجم تفيريفي بهم خدمتك صحيحة وإلا لا. باهي في الأخر بكل لهنا هذايا استنتاج لازم تستنتجو وحدك من غير حتى اللي يطلبك، هات نفسرلكم هذيش معناتها، هذو مش معناتها، يعني السوليسيون تاع لي فالور بروبر هذوما باش تمشي أنت تستوكيهم في ماتريس ونسميها ماتريس دياغونال دي، ونحطهم ثلاثة في الدياغونال ديما هيش قالت أنا تقولش عليها، قالتلك حط لي الصغير من الصغير للكبير، دونك باش تمشي تحطهم كيفن هكا دو دو إي كاتر. والاخرين كلهم زيروات هكا 60 ماتريس فوالا تتسمى ماتريس دياغونال، هذه هي الماتريس دي اللي باش نستحقوها من بعد. من بعد الشيء قال لي، قال لي ديتيرميني لي سوز سباس بروبر دو ا. فوالا السوز سباس بروبر كيفاش باش نحسبوهم؟ عندنا فورمولا تقول لي، تقول لي راهي او دو اكس اي، او نقصدو بها جايه من كلمه اسباس، اكس اي هما كلي فالور بروبر اللي لقيتهم بكري، يعني باش نخدم او دو 2 او دو 4. أكوا تيقال هي لا ماتريس A فوا أن فيكتور U كي تيقال U إكس غريك زد، الـ U هذايا هو إكس غريك زد بويسك الماتريس دور 3 أبارتيان R 3 ديما إيقال إكس إي فوا الفيكتور U. دونك هذه هي القاعدة نتاع الإسباس بروب. دونك إحنا شنو عنا؟ عنا زوز، عنا أو دو دو باش نخدمو أو دو دو اللي هي نطبق القاعدة هي A فوا U كي تيقال 2 فوا U، وعندنا الثانية اللي هي او دو كاتر كي تيقال ا فوا او ايقال كاتر فوا او. هات نبداو نخدمو اللولس، ياه بلغة اخرى باش نعملو هنا، باش نمشي للماتريس هذيا ونضربها في فيكتور او كي تيقال دو او، دونك باش نزيد هنا الفيكتور هذاك اكس غريك زد ايقال دو فوا فيكتور اكس غريك اي زد، وبالنسبة للكاتر في عوض لهنا دو تولي لي كاتر. دونك اوترمون باش تولي لي كريتير والا لي كريتير ماتريسيال هذه باش نردها سيستيم. دونك 3 فوا زيكس باش تعطيني 3 زيكس موز 1 فوا ايغريك هي مو ايغريك بلس 1 فوا زد بلس زد ايغالا 2 زيكس، دونك لهنا باش تعطيني 2 زيكس. اللينيا الثانيه 0 فوا اكس 0 2 فوا ايغريك 2 ايغريك، دونك باش تعطيني 2 ايغريك ايغالا 2 ايغريك. باهي اللينيا الثالث اكس مو ايغريك بلس 3 زد
x moins y plus 3z égale à 2z. هات نخدمو هذه قبل كملوها. دونك انا اش عندي لهنا؟ عندي اللينيه الثانيه. كي نجيب اول حاجه شنو باش لازمك تعمل؟ سا لازمك ترد السيستيم هذا نيل. اش معناتها نيل؟ يعني باش تولي كلها كايجال زيرو ايجال زيرو ايجال زيرو. بلغه اخرى انا باش نردو هذوما التالي هكا. هذا كيف كيف باش نردو التالي؟ هذا على اليسار. بلغه اخرى 2x كي تبدا هنا بوزيتيف كي نجيب لها كتولي نيجاتيف. 3x موان 2x باش تقعد لي كان x كهو موان y موان z. دونك موان y بلس z سامحني. لهنا 2y كي نجيب لها كتولي 2y ايجال الا 2y باش تعطيني 0 ايجال 0. اللينيا الثالث هذا باش تقعد لي x موان y 3z لهنا. وهنا 2z كي نجيب لها كتولي لي موان 2z. 3z موان 2z باش تعطيني z. فوالا هذه اول حاجه انه السيستيم عندي فيه دو ليني كيف كيف نمشي نشطب واحد. دونك شوالي لي سيستيم ولا لي سيستيم فيه 3 فاريابل لكن ان سول ايكواسيون x موان y بلس z ايجال ا زيرو. به توا المشكل نتاعي والا لوبجيكتيف نتاع السيستيم ديما هو يلزمك تخرج x اكوات ايجال والy اكوات ايجال والz اكوات ايجال. نورمالمون انا باش نخرج الاكس من هنا باش نجيب هذوما هكا باش تولي لي y موان زد. فوالا والy باش تلقاوها y والزد باش تلقاوها زد زد. كان ما فهمتش هذه خدمها في دوتر فيديو وجيكسبليك بيان كيفاش نلقاوها. نجم تشوفوهم لي فيديوهات الاخرين. دونك في الاخر بكل باش تمشي تخرج انت او دو دو او دو دو اكوات ايغال. نمشي نخزر لو ريزلتا ونشوف شكون هم لي فاريابل اللي موجودين في السوليسيون. فوالا هذه هي السوليسيون موجوده فيها الفاريابل y و z. سيتادير لو فيكتور دو دو هو فيكتور دو y بلس فيكتور دو z. فيكتور دو z نمشي نطلع لي فيكتور. نقصد بلغه اخرى y هنا فاش مضروب 1 1 0. دونك هذا 1 1 0 و z مضروب لهنا في الموانز 1 0 1. دونك موانز 0 اي 1. به توا نرجع لهذا الكل كملتها. اخر حاجه تستنتجها شنو هي الديمونسيون؟ الديمونسيون تاع او دو دو قداش هي ايجالا 2. علاش؟ خاطر فيه زوز فيكتورات. باه هات توا نرجع للكاتر ونخدموها بنفس الطريقه كما خدمنا الاو دو دو. دونك اول حاجه باش نرجع للسيستيم هذايا في بلاصه دو هذه باش نردها كاتر وتولي لي اكريتور سو فورم دي سيستيم. فوالا الوغ سيستيم باش يولي هكا. دونك عنا 3x موان y بلس z ايجالا 4x. لينيه الثانيه باش يولي لي 2y ايجالا 4y. ولينيه الثالث x موان y بلس 3z ايجالا 4z. كيف كيف اول ايتاب لازم يرد السيستيم كله نيل ايجال زيرو ايجال زيرو ايجال زيرو. ستادير باش نحاول اني نجيب تو هذوما اللي كانوا على اليمين باش نجيبهم كل على اليسار. كاتر اكس هنا بوزيتيف كي نجيبها هكا تولي موان كاتر اكس. موان كاتر اكس بلس تروا زيكس تعطيني موان اكس. موان غريغ بلس زد ايجال زيرو. كاتر غريغ هذي تولي لي موان كاتر غريغ. موان كاتر غريغ بلس دوز غريغ تعطيني موان دوز غريغ ايجال زيرو. كيف كيف لهنا اكس موان غريغ موان زد زد لهنا خاطر كاتر زد كتب لها كموان كاتر زد بلس تروا زد موان زد ايجال ا زيرو. به ظاهر من اللينيا الثاني انه الغريغ ايجال زيرو. علاش؟ خاطر عندي موان دوز غريغ ايجال زيرو. دونك فورسيمون لهنا غريغ باش تكون ايجال ا زيرو. نرجع للينيا هذه نعوض غريغ بالزيرو واللينيا هذه نرجع نعوض ايجال ا زيرو. دونك اللينيا الثاني الاول اللي توش قاعد لي فيه قاعد لي فيه اكس ولا موان اكس بلس زد ايجال زيرو. ولهنا اكس موان زد ايجال زيرو. مه هما دو لينيا ضد بعضهم. دونك نجم نفسخ واحد مثلا. هات نفسخ هذا. شو قاعد لي؟ قاعد لي اكس موان زد ايجال زيرو. سيتادير اكس كم تساوي اكس ايجال زد. خلي الاكس على اليسار ونجيب الموان زد كي نجيب على اليمين تولي بوزيتيف. دونك حتى لقينا لي غريغ ايغال زيرو والزاد باش تكون ايغال زاد. دونك هذا السيستيم تحل لي فاريابل الكل. دونك او دو كاتر اكوات ايغال
كالعادة نخزر للسولوسيون شكون الفاريابل اللي حاضر فيها؟ حاضر فيها زد، دونك هي فيكتور دو زد. فاش مضروب لهنا؟ مضروب في الان، زيرو اي ان. فوالا اخر حاجة الديمونسيون تاع او دو كاتر اكوات ايجال ان. علاش؟ خاطر ان سول فيكتور. دونك توا هاللي تروا فيكتور اللي لقيناهم هذوما نمشي نحطهم في سكون ابيل ان ماتريس دو باساج. فوالا بي ايجال 1 1 0 1 1 0 موز 1 0 1 موز 1 0 1 والفيكتور الاخراني 1 0 1 1 0 اي 1. هذه هي لا ماتريس دو باساج اون فيت، هي الفروين تاع لي سوز سباس بروب بلوتو. دونك توا سيزيام كيستيون، قال لي بوتون دير كو ا اي دياغوناليزابل. باهي، ما نجم نقول انا ا دياغوناليزابل الا ما يتوفر وحده من لي تروا بروبريتي اللي حكينا عليهم. البروبريتي الاولى انه ا سيمتريك. اش معناتها ا سيمتريك؟ يعني كي نعمل لها ترانسبوزي تقعد لي هي بيد هتر، نعملو السيمتريك نتاع بلوتو ترانسبوزي نتاع الماتريس. ماذا ترانسبوزي؟ انه اللين يولي كولون. دونك باش يولي لي 3 موان 1 1 0 2 0 1 موان 1 اي 3. اسكو قعدت لي هي بيدها الماتريس؟ نو، ما نتصورش. دونك ظاهره ماهيش هي بيدها. دونك هذه بروبريتي ني با فيريفي. دونك ا لولا البروبريتي لولا انو ا سيمتريك، ماهيش سيمتريك. نتعدى نشوف البروبريتي الثانيه. شنو البروبريتي الثانيه؟ يقول لي انو ا الماتريس هذه ادمي دي فالور بروبر ديستان، يعني مختلفين. لكن احنا بكري لي فالور بروبر نلقاه واحد معاود. دونك حتى البروبريتي الثانيه ماهيش فيريفي. دونك نتعداو للبروبريتي الثالثه. البروبريتي الثالثه اش تقول؟ تقول انه الديمونسيون نتاع لي فالور بروبر قد الديمونسيون نتاع السوز سباس بروبر. سوز سباس بروبر. به احنا شنو خدمنا؟ خدمنا الدو بليتو لي فالور بروبر، لقيناهم. لقينا دو ديمونسيون نتاعو دو، والكاتر لقينا الديمونسيون نتاعها ان. وكي خدمنا لي سباس بروبر نتاع الدو نلقى زاد الديمونسيون نتاعها ايغال دو، والاسباس بروبر تاع الكاتر هذا ديمونسيون تاعو زاد ايغال 1. دونك هذه فيريفي. دونك نجم نقول اللي ا اي دياغوناليزابل. تا واش قال لي سيتيام كيستيون؟ قال لي تروفي ان ماتريس بي انفيرسيبل تيل كو البي اللي هي يقصد بها اللي احنا طلعناها هي هذه. هذه هي البي. هذا كيفاش تنجم تجاوب على السؤال نيميرو 7؟ باه، من بعد تنجم تفيريفي له. انت تضرب له بي موان 1. شنو هي البي موان 1؟ هي الانفيرس نتاع بي. تضربها في الأ وتضربها في البي باش تلقاها هي الماتريس. نورمالمون هي الماتريس دياغونال. هذه هي سي لا ماتريس دي اللي احنا خرجناها بك. ريت الفازات هذوما يسهلوا عليك الخدمه. من بعد اش قال لي؟ قال لي اون ديدوير ليكسبرسيون دو ا على بيسونس ان كيلك سوا ان سي ان اونتي ناتوريل سوبيريور يغالا ان. تو سامبلومون لهنا اش باش تعمل؟ اتوندي. دونك نجاوبو A على بويسونس N أكوات إيكال هي P لا ماتريس دو باساج فوا D على بويسونس N فوا P موان 1. أنت نورمالمون باش تخدم باش تمشي تحطلو ال P كيف ما هي الماتريس هذيا P. ال D اللي هي شنيا؟ اللي هي هذي تمشي تعاودهالو، لكن لهنا باش تولي لي 2 على بويسونس N 0 0 0 2 على بويسونس N 0 هنا 0 0 إي 4 على بويسونس N. والبي موان زان بطبيعة الحال لازمك تخدم له الانفيرس نتاع البي، وبينا كيفاش نخدمو الانفيرس نتاع البي زاد لهنا. ومن بعد تمشي تضرب له باش تبين له ا على بويسونس ان باش تلقى له ماتريس كبيرة اون فونكسيون دو بويسونس هذايا اللي هي على بويسونس ان. فوالا، نخليكم ليكم انكم تحسبوا لي هالي تروا ماتريس هذوما، وسيرتو تعملوا لي ماتريس بي موان زان تبينوها اول حاجة تخرجوها وتضربوا هذوما وشوف ال ا على بويسونس ان نتاعك اكوات ايكال. Voilà, هكا كملنا l'exercice. إلى اللقاء.